بمناسبة بدء الصوم الأربعين المقدس بحسب التقويم الشرقي والذي تتبعه كافة الكنائس في الأردن، ارتأى برنامج صباحكم نور الذي تعده وتقدمه الدكتورة باسمة السمعان وبمرافقة روحية من الأب جورج شرايحة أن يقدم حلقة خاصة بعنوان الصوم صون للنفس وحصن للجسد. وقد استضاف البرنامج عبر الهاتف قدس الأب فرح حجازين راعي كنيسة اللاتين فيرمامين وقدس الأرشمندريت أثناسيوس قاقيش من الكنيسة الأرثوذكسية. فإلى هناك يبدأ الصوم بأربعة الرماد عند اللاتين ويوم الاثنين عند الشرقيين. نعم. ففي هذا اليوم الأول من الصيام يبارك الكاهن الرماد ويرسمه على جباه المؤمنين بشكل صليب وهو يقول اذكر يا إنسان أنك تراب وإلى التراب تعود، أو توبوا وآمنوا بالإنجيل، أو بعبارة أخرى تشبه ذلك. ما هو الرماد؟ الرماد مأخوذ مبدئيا من أغصان الزيتون المباركة في أحد الشعانين السنة السابقة التي يحرقها الكاهن ويحفظ رمادها إلى مدخل الصوم. يوضع الرماد على الهيكل في إناء ثم ينضح الكاهن الرماد بالماء المبارك ثم يضع منه على رؤوس المؤمنين الذين يدنون إليه وهو يقول اذكر يا إنسان أنك تراب وإلى التراب تعود. بعد أن يصلي على الرماد قائلا أيها الإله الذي لا يرغب في موت الخطأ بل في توبتهم فعطف وبارك هذا الرماد وقد نوينا ذره على رؤوسنا لنقبل على أعمال التوبة والكفارة في هذا الزمن الأربعيني فننال غفران خطايانا. تاريخ استعمال الرماد: ابتدأ الكنيسة استعمال رفة الرماد في بداية الصوم منذ القرون الأولى. كان الخطأ في اليوم الأول من الصوم يحضرون إلى الكنيسة حيث يجتمع المؤمنون فيستمع الكهنة إلى اعترافاتهم بخطاياهم ثم يدر الكاهن الرماد على رؤوسهم ويصلون سوية سبعة مزامير التوبة ثم يغادر الخطأ الكنيسة ولا يعودون إليها إلى يوم خميس الأسرار لكي ينالوا المغفرة علنا. وكان المؤمنون يتأثرون من هذه الرتبة وهذا ما دفعهم هم أيضا من باب المحبة والتقوى أن يشاركوا التائبين في هذه الرتبة، فكانوا يأتون لكي يضعوا الرماد على رؤوسهم بالاشتراك مع الخطأ التائبين. ومع الأيام أخذ المؤمنون جميعا يتهافتون إلى وضع الرماد على رؤوسهم عند بداية الصوم، وقد ساهم الرهبان الفرنسيسكان في نشر رتبة الرماد والحفاظ عليها في الكنيسة، فانتشرت هذه العبادة على يدهم في الغرب ثم انتشرت على يد المرسلين منهم في الشرق ولم يستعملها الشرقيون الذين لم يقبلوا بشارتهم. الله يعطيكم العافية على التعب اللي بتعملوه وعلى نشر الكلمة. شكرا. طبعا نور ساتم نعرفها من زمان اللي هي الرسولة الثالث عشر اللي بترسل يا عيني كلام جميل. تسلم يا أبونا. في كل مكان. فالصيام في كتيرين عمالهم بيحكونا شو هالصيام وليش الكنيسة هي اللي حطت الصيام والصيام مش ضروري واللي بده من الله مصلحة بصومنا واللي ما بده اشي من الله بلاش مش فيش داعي على الصيام. هلأ إذا خلينا نرجع ليش لما سقط آدم، آدم سقط من خطية واحدة اللي هي عدم الصوم. ليش عدم الصوم؟ لأنه النفس تنقسم لثلاثة، النفس البشرية تنقسم إلى عندها ثلاث قوى، القوة العقلية والقوة الشهوانية والقوة الغائبية والقوة العقلية. فأضعف إشي بالإنسان هو القوة الغرائزية أو الشهوانية، فإجا الشيطان وحارب الإنسان من اللذة، عشان هيك بحكينا ورأت المرأة أن الثمرة لذيذة شهية للأكل فأكلت منها وناولت زوجها فكان السقوط. فالصوم بيجينا حتى سبب ومصدر الخطيئة اللي كان لآدم هو أن ننتصر عليه إحنا، عشان هيك كانت أول جهاد روحي للمسيح بعد المناولة هو الصوم، عشان هيك صام 40 يوم حتى بنفس الخدعة اللي خدعت آدم اللي هو عدم الصوم أن يأتي المسيح آدم الجديد وينتصر على الشيطان وعلى الحروب من خلال الصوم. نعم. ليش لازم نصوم مثل ما بيحكوا؟ وإيش هو الصوم بمعنى؟ الصوم هو بمعنى هو النسك. شو معنى النسك؟ النسك هو أن أموت الخطيئة التي بداخلي، هاي المعنى الصوم، أن أقطع علاقتي مع علاقة الخطيئة لكي أرجع وأعود إلى الأحضان الأبوية بشركة إلهية.
الصوم ليس هو بالمعنى البسيط هو الانقطاع عن الأكل، حاشا، هذا يعني هذا جزء بسيط من الصوم، ولكن الصوم هو الرجوع إلى الله، هو الابتعاد، هو قطع الأهواء عن القلب الإنسان وعن فكر الإنسان من خلال من سميه الجهاد الروحي. نعم. عشان يقدر الإنسان أنه يرجع للأحضان الإلهية لازم بالأول يأخذ القرار، مثل ما شفنا بالابن الشاطر، عشان هيك الكنيسة حضرتنا بالأسابيع قبل الصيام أنه يكون عندنا التواضع. فالإنسان المتواضع هو يقدر أن يشوف غلطه، والإنسان المتواضع لما بشوف غلطه بيقدر يتوب ويرجع للأحضان الإلهية، فرجع إلى ذاته. فالإنسان لما بيعرف ذاته أنه هو أخطأ إلى ربنا، بيحاول أول إشي أنه يصوم عن الخطية، أي أن يقطع علاقته مع الخطية مباشرة، اللي إحنا نسميها الصوم.